بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء dan
Yeah.